ينضم إلينا أيضا من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور. مساء الخير سيد شلومو غانور. لماذا يعني زادت ممارسات الجيش الإسرائيلي العنيفة في هذه المناطق، خصوصا بعد التفاهمات الأمريكية والبيان الصادر من مجلس الأمن مؤخرا؟ السبب هو بسيط، وهو التقصير الذي تقوم به السلطة الفلسطينية بعدم بسط السيادة الفلسطينية، بعدم ضبط الأمور الأمنية على المناطق التي تخضع للسلطة الفلسطينية، وخاصة في منطقة جنين ونابلس، وهي أخلت قواتها، ومما دعا المسلحين من مختلف الفئات المختلفة إلى القيام بنشاطهم الإرهابي ضد إسرائيل وحتى ضد السلطة الفلسطينية نفسها. هذا هو السبب الأول والرئيس الذي تحاول إسرائيل من خلال إقناع السلطة الفلسطينية باستعادة قوتها ودعمها ببسط الأمور، ولكن للأسف ولكن بهذه الطريقة سيد شلومو غانور، ألا تزيد إسرائيل السلطة الفلسطينية ضعفا؟ من جهة ربما هذا هو ما يتضح، ولكن من جهة ثانية كان بوسع السلطة الفلسطينية أن تستعين بالإمدادات بالقوة الذاتية التي تمتلكها لمنع من تعريض كيانها وتعريض السكان الفلسطينيين أنفسهم إلى المخاطر التي يتعرضون لها، زد على ذلك إلى ضبط الأمور الأمنية. طيب، ولكن من جهة أخرى يا سيد شلومو غانور، ومن وجهة نظر فلسطينية أيضا هناك حصيلة كبيرة لعملية من هذا النوع. الآن ارتفع عدد القتلى إلى 9 بالإضافة إلى عشرات الجرحى. كل هذا يقولون أنه بسبب هذه الحكومة المتطرفة، سياسات سموتريتش، سياسات بن غفير، العنصرية العنيفة التي تكره الفلسطينيين. ألا تعتقد بأن هذه السياسة قد تجلب الإرهاب كما تقول إسرائيل أكثر وأكثر؟ يجب أن نذكر أن بداية اندلاع هذه الموجة من الإرهاب قد بدأت في شهر مارس من العام الماضي، قبل تسلم الحكومة الحالية زمام السلطة، إذ هناك 3 حكومات إسرائيلية منذ شهر مارس الماضي التي تواجه هذا العنف الإرهابي من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة، التي لا تعجز السلطة الفلسطينية من رغبة في ضبط الأمور الأمنية. ولكن رأينا سيد شلومو غانور، رأينا يعني القوة الإسرائيلية دخلت إلى الحي الشرقي في مدينة نابلس بدون أن تعير اهتماما للسلطة الفلسطينية أو حتى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. هي لا تراعي هذا التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. التنسيق الأمني يجب أن نذكر من جهة واحدة قائم، ومن جهة ثانية الرئيس عباس أعلن قبل شهر ونصف عن تعليق هذا أو وقف هذا التنسيق على أي سبب يجب أن نعتمد عليه، ولكن مبدئيا الاتفاقات القائمة تجيز القوات الإسرائيلية بالدخول إلى المدن الفلسطينية في منطقة A والعمل، وذلك بالتنسيق. ولكن هل تجيز لها قتل 9 أشخاص وجرح العشرات؟ عموما سيد شلومو اسمح لي فقط، أرجو أن تبقى معنا فراس لطفي يعطينا آخر التفاصيل فيما يتعلق بحصيلة القتلى والجرحى جراء هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس. تفضل فراس. فضيلة، يبدو أن الحصيلة لا تنتهي، وارتفاع عدد القتلى إلى 9 فلسطينيين، والعدد مرجح للازدياد، و97 جريحا، 6 منهم في حالة الخطر الشديد. وكما ذكرنا هذا العدد مرجح للارتفاع، خاصة وأن الإصابات معظمها في الجهة العلوية من الجسد، في الرأس وفي الصدر. واضح بأن الرصاصات التي كانت تطلق بهدف القتل في هذه العملية المعقدة التي يعني شقت نهار نابلس بهذه الفاتورة الكبيرة من الدماء، عملية في وضح النهار، رغم أن الهدف الذي تحدث عنه الجيش الإسرائيلي كان ثمينا وذهبيا، إلا أنه يعني بالنسبة للفلسطينيين
لا يبرر هذا الانفلات الكبير وهذا القتل بالجملة في مدينة نابلس. الآن تشيع عدد من الشبان الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس. الجيش الإسرائيلي انسحب من وسط المدينة والآن هو يتمركز على التخوم خاصة في منطقة هوارة عند المدخل الجنوبي لمدينة نابلس، إضافة إلى حالة من الغضب عمت محافظات الضفة الغربية وأعلن الإضراب في معظمها خاصة في نابلس وفي رام الله وفي جنين. أعلن الإضراب والحداد العام على أرواح الشبان الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي وسط إدانات واسعة. الرئاسة الفلسطينية أصدرت قبل قليل بيانا حملت فيه إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، دعت المجتمع الدولي لضرورة توفير حماية دولية، دعت الإدارة الأمريكية لاحترام التفاهمات والالتزامات التي تعهدت بها على لسان الحكومة الإسرائيلية بوقف ولجم هذا التصعيد، ولكن واضح كما يقولون هنا في الضفة الغربية بأن إسرائيل على أجندتها فقط، هذه الحكومة ليس على أجندتها سوى التصعيد والقبضة الحديدية ومزيد من القتلى خاصة في شمال الضفة الغربية. نعم فراس لطفي، إذن مراسل سكاي نيوز عربية الذي يتواجد الآن على مشارف نابلس يؤكد لنا ارتفاع عدد قتلى هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، 9 قتلى وعشرات الجرحى. سيد شلومو غانور، كما استمعت، الحصيلة في ارتفاع، المشهد نفسه هل تراه في مصلحة إسرائيل سيد شلومو غانور؟ للأسف الشديد، وهنا أعرض عن أسفي شديد لكل ضحية وكل إصابة قد تقع من أي جانب قد يتم، لأن هذا هو ضحية وضحية يمكن تفاديها، ولكن الأمر يتطلب إلى معالجة خالصة ومن قبل الطرفين وليس من قبل طرف واحد. بالنسبة لسؤالك الواحد، كيف الطرفين سيد شلومو غانور؟ اسمح لي فقط، في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة كما يصفها العالم الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، كيف يمكن لها وهي التي تريد التوسع عن طريق الاستيطان، لا تؤمن بحق الفلسطينيين في دولتهم، هناك نوع من العنجهية كما وصفها باقي ضيوفنا اليوم على سكاي نيوز عربية، توسع، من هو الطرف الآخر الذي تريد إسرائيل أن تنشئ معه هذه المفاوضات أو هذا السلام؟ يجب أن نذكر للأسف الشديد أن العملية السياسية السلمية بين الطرفين توقفت منذ 8 سنوات وليس أمس أو قبل شهرين. لذلك لا يمكن تحميل أي حكومة إسرائيلية في هذا الموضوع. يجب أن نعود إلى ذكريات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في عهد الرئيس أوباما، حيث حمل الجانب الفلسطيني بكامل المسؤولية لعدم التوصل وعدم تحريك العملية السياسية. بالنسبة للأمور المتاحة اليوم، أعتقد بأن أيضا الأمر يتوقف على الجانب الفلسطيني بالدرجة الأولى. الجانب الفلسطيني ليس هناك طرف واحد ممثل ورسمي ممكن التعامل معه. الانقسام الداخلي القائم في الجانب الفلسطيني هو السبب الرئيس. المنافسة القائمة على سدة الحكم في السلطة الفلسطينية ما بعد حكم أبو مازن هو السبب الرئيس لهذا الجمود. أيضا من جهة ثانية، النشاط الإرهابي الذي تمارسه حماس والجهاد الإسلامي بدعم من إيران في الضفة الغربية في القدس، وذلك للحفاظ على الهدوء. وهنا يجب الإشارة إلى الهدوء التام السائد في قطاع غزة، أي تحريك الضفة الغربية والقدس ولتصبح كبش فداء في سبيل الهدوء في قطاع غزة.